السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي احوالكم تكون بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم نلقاكم دائما ان شاء الله على خير وبخير، في صحه جيده. اليوم ان شاء الله شفت لكم واحد الفيديو اللي هو طلبتوني عليه بزاف، طلبتني عليه بالحاح واحد الاخت اللي كنوجه ليها التحيه وكنشكرها بزاف، اللي داخله بالاسم ديال امازون ولا هامازون ولا شي حاجه بحال هكا. طلبتني قالت لي افاك انا كنطلب منك طلب واحد هو علاج الديدان، لانني درت الشيح وما قداش فيا، ما جابش النتيجه. بقي معايا اختي وجميع الاخوان الاخوات، كبار صغار اطفال ولا رجال ولا نساء، سمعوني مزيان. فهاد الفيديو هذا راه غادي نعطي بزاف ديال الوصفات في فيديو واحد، كاملين فعالين ومجربين بالنسبه لعلاج الديدان. غادي نحكي لكم حتى التجربه ديالي انا مع ولادي، شنو كندير، شنو يعني الحاجه اللي هي عندي في البيت وما كنستغناش عليها. كلشي غادي نشاركوا معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، ما تمشيو فين. وواحد الحاجه بغيت نشكركم عليها على التعليقات ديالكم، الله يجازيكم بخير، شكرا بزاف بزاف بزاف. الحب راه متبادل والاحترام كذلك، وهذوك التشجيعات ديالكم وهذوك التعليقات ديالكم راه هما اللي كيحفزوني وكيشجعوني انني نزيد مازال نحط ونزيد مازال نعطي. ودائما راني حريصه على هذا الشيء اللي كنعطيكم، راه ماشي كنوصل وكنعطي لكم، راه كنعطي لكم بال مرتاح. دائما تنقول لكم هذه الهضره، والحمد لله. والاخت اللي سميتها الهام اللي كنعزها وعندها واحد المكانه عندي، كنشكرك بزاف لانك قلتي لي واحد التعليق، شكرا لانك كتعطينا وصفات في متناول الجميع. ودائما كنا مشتاقين باش ترجعي باش تبقاي تعطينا بحال هذا الشيء ان شاء الله اختي. الله يجعلنا نكونوا عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه لهذا الفيديو كما قلت لكم، تلبيه الطلب ديال بعض الاخوات منهم الاخت امازون، وكاينين طلبات وحدين اخرين ان شاء الله. هذا الاسبوع كامل غادي يكون غير تلبيه الطلبات، عن بعد غادي نبدا انا اللي كنختار. صافي، انا اللي غادي نولي نقترح عليكم اشنو غادي نحط. اما دابا يعني ملي بديت مؤخرا هنا، راني كنلبي الطلبات ديال بعض الاخوات. بالنسبه للاخت غيزلان اللي كنوجه ليها التحيه وكنعزك بزاف وكنبوسك بزاف، راني ما ناسيكش. بالنسبه للوصفه ديال تخسيس البطن راه كيف بالي غير نكون موجوده ابخي، وانا غادي نعطيك ان شاء الله الوصفه اللي غادي تهنيك من هذيك الكريشه. رجعوا الفيديو ديالنا ديال اليوم البنات. قبل ما نبداو بعدا الفيديو، ما تنساوش تلايكيو بزاف، قد ما كديروا لايك للفيديو قد ما كيطلع، قد ما كتعلقوا. ملي تقراو علقوا ولو بحرف، غير دخلوا كتبوا تعليق وهذا وديروا لايك، راه الفيديو تيطلع وكيوصل للناس وحدين اخرين، فهمتوا؟ العائله ديالنا كتزيد كتكبر. كنتمنى انكم توصلوني ل 100000 ابوني، هذا هو الحلم ديالي. كنحلم انني نوصل ل 100000 ابوني ان شاء الله، لان اي منشئ محتوى سواء تيتخلص من اليوتيوب او ما تيتخلصش، تيكون سعيد وفرحان وداكشي اللي كيدير فيه عاجب، واخا تكون فيه مشقه، الا كان التعليقات ايجابيه وكانوا الاشتراكات راه هو كيكون مرتاح. واخا كيكون الضغط ديال انني باش نصور فيديو كل نهار، ما كاينش مشكل طالما حنايا يعني عندنا كلشي مزيان. نبداو الوصفه الاولى اللي معروفه ان في العالم العربي، ما غاديش نقولوا في المغرب، في العالم العربي راه معروف بان الشيح البنات، انا درته في تفصيل كبير غير باش يبان لكم. اوا الشيح راه معروف بانه كيحيد الديدان. بالنسبه للاخت امازون، انت داخله باسم امازون، سمحي لي ما كنعرفش اختي سميتك، كل الحب والاحترام والتقدير، ولكن سميتك الشخصيه راني ما عرفهاش. المهم داخله بهذا الاسم هذا، علاش ما حيدش لك الشيح الحنيشات؟ هو راه فعال ولو انه مر بزاف، والاطفال ما تيقدروش عليه. تنصحكم انا ما تعطيوش الاطفال، هذا رايي، سيرتو 4 سنين لتحت راه صعيب. من واحد الناحيه انت شخصيا علاش ما حيدتش ليك الديدان؟ ربما طبختيه بنفسك، هذا سر ما غاديش يقولوا لكم اي واحد، لان الشيح ملي كيطبخ في الدار وفيها هذاك المريض بالديدان او الحنيشات كيهربوا اوتوماتيكمون، سبحان ربي العظيم، بحال كيتخبعوا. فاش كتشربي انت الشيح ما كيخدمش فيك، بحال ما درتي حتى شي حاجه. نصيحتي لكم عقلوا عليها مزيان، ان الشيح الا بغيت تطبخ في الدار، هذاك السيد اللي عنده غرض بالوصفه وبغى يشرب الشيح ما يكونش حاضر، يكون خارج على برا، وحلو الشراج مهوي والدار مزيان، حلو الشراج مهوي والدار مزيان عاد باش يدخل هو ويشرب الشيح. اما لا شميتي الريحه المريض بالذات، شم الريحه اوتوماتيكمون بحال لحتي داك الشيح في المجرى، فهمتوني دابا شنو كاين؟ يعني اللي بغات تستعمل الشيح، اولا تحليه شويه
ما تشربيش هكاك، لان الحاجه المره لما تحلاتش راه هي صعيبه، صعيبه على المراره، صعيبه على الكبده، صعيبه على الكلاوي، صعيبه على المسران، صعيبه على بزاف الحاجات. حاولي ما امكن انك ديري فيه شويه سكر، ديريه بحال اتاي وصفيه وتشربي داك الكاس على الريق، مي ما تكونيش شميتيه قبل. كنتمنى ان الفكره تكون واضحه وتشربوه تخرجوا اولا 3 ايام متتاليه، ما تقطعوهش 3 ايام كل نهار نفيق ونشربوا على الريق. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. انا ما عنديش كيفاش نكتب لك اختي هادشي كامل في التعليق، واخا نكتبوا لك ما غاديش يكون داكشي واصل مزيان. كاينين شي اخوات اللي ما كنصيبش نشرح لهم مزيان، غادي نهضر عليهم في النهايه ديال هذا الفيديو بعض الحالات منهم اللي هما كنقول لهم استناو اللايف. اليوم بالليل ان شاء الله غادي يكون لايف، غادي نحاول ما امكن انني نجاوب على الماكسيموم. نرجعوا للموضوع ديالنا، هذا بالنسبه للسر الاول. السر الثاني اللي كنعتمدو انا في داري، الشيح ثم هاد الدواء. هاد الدواء راه رحمه ديال الله، هذا غادي تشريوه من الصيدليه. كنت يا اختي سولتيني على سميتو، واحد المتتبعه حتى هي سولتني على الاسم ديالو، قلت لها واخا غادي ناخذو وغادي نصور لكم وغادي نوريه لكم. سميتو فيرموكس، بما ان الكاميرا دايره راه غادي تقرا لكم مقلوب. انا كنشوف دابا في الحروف مقلوبين لانني قلب الكاميرا لعندي. سميتو اخواتاتي فيرموكس، عافاكم سجلوا هذا الاسم هذا اولا غادي نخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف. صافي البنات، فيرموكس كيكون على الشكل التالي. انا غادي نحلو قدامكم، سمحوا لي نحلو، انا غادي نحلو ونوريكم ونشرح لكم عليه كل شيء. هذا البنات راه معجزه ربانيه، انا نقول لكم انا راه جربته. ها هو كيكون هذه القريئه هذه كتشرف مره. انا كنت ديت بنتي للطبيب وعطاني هذه القريئه وبقيت محتفظه بها وكنشري عليها، اي واحد فوليداتي فيه الفنيشات كنشري عليه. هذا كيدير بالمغربي 23 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني في التعليقات على الاثمنه، 23 درهم. ملي كتاخذيه اختي كتشربيه مع الصباح قبل الفطور بنص ساعه، شربيه كله هو. وفاش الوليد ديالك يبغي يتبرز، يعني يمشي حاشاكم وعزاكم الله الطواليت ولا المرحاض، غادي تراقبي شنو غادي يحط. من بعد واحد 12 ساعه، 6 سوايع 8 سوايع، 6 سوايع الفوق حتى 12 ساعه، فاش يبغي يدير كاكا راه غادي يحط كلشي. انا بنتي حطات بحال العش عزكم الله. هذا بالنسبه لهاد الدواء، انا راه كما قلت لكم راه ما كنستغناش عليه، راه هو مزيان. بالنسبه للشيح، الا كان الوليد فايت 5 سنين 4 سنين فوق ديري ليه، حتى هو راه مزيان وطبيعي. جوج دراهم ديال الشيح غادي يعطيك فيها واحد الكميه كبيره. بالنسبه لواحد المتتبعه عزيزه عندي حتى هي دخلت عندي، كنعتذر لان ما دخلش باسمك، داخله بواحد الاسم شويه في الشكل ما عقلتش عليه. قالت ليها لواحد الاخت، لهاد الاخت اللي طلبتني على الوصفه في التعليقات، قالت لي عافاك عتقيني بشي وصفه. كتبت لها هي، قالت لها حنا كنعالجوهم بالزريعه ديال القرعه الحمراء، كنطحنوها مع الحليب على شكل عصير وكنشربوها على الريق قبل الفطور بنص ساعه. كنشكرك اختي وكنشكر اي وحده دخلات وكتلقى وصفه وكتعطي المثيل ليها او التكميله ليها او لا كون زدتي فيها هذه. شكرا لكم، بالعكس انا راه مفرحني هادشي عندي عادي وزوين وبالعكس كيعجبني. انا اي وحده من الجزائر من تونس من مصر من العراق كتدخل وكتقول لك لا حنا عندنا كنديروا لهادي هكا او لا ما كنديروش ليها هكا، كنقول لك شكرا وكنقول لك انا راه كنامن بواحد الحاجه وقل ربي زدني علما. مزيان اننا نتشاركوا المعلومات، مزيان انني انا نكملك وانت تكملني ونكملوا الاخر ونتعاونوا مع بعضياتنا. بحال واحد الاخت جزائريه اللي كنشكرها بزاف، كانت واحد الاخت طلبتني على الوصفه ديال البواسير ودخلت هي وكتبت ليها تبارك الله نشره، يعني من القلب. هذيك النشره شنو كتعني؟ كتعني انها بقات فيها وانها جلست وبقات كتكتب وعطاتها واحد الوصفه متكامله في عده سطور، خدات من وقتها بزاف. دونك حنا مسلمين، هادشي علاش حنا تنكملوا بعضياتنا. شكرا لكم بزاف. بالنسبه للوصفه الاخرى اللي كنعتمدوها حتى حنا، كنستعملوا منقوع عدد من شرائح البصل، يعني قشره البصل طازج كنشدوها وكنخليوها في الماء لمده 12 ساعه. غادي تشدي قشور البصله وغادي تخليهم في الماء واحد 12 ساعه، يعني ديريها بالليل حتى الصباح. من بعد غادي تخلطي هذاك المنقوع، حيديه صفيه وغادي تخلطيه بالعسل الحر الى عندك. هذاك العسل الحر غادي
تخلطي في داك شويه مثلا واحد 3 معالق ولا 2 معالق حطيهم في هذاك المرقوع ديال البصل وحركي مزيان وشربيه على الريق. بالنسبه للوليدات الصغار اعطيهم الثوم حتى هو اخضر. كنتمنى باقي بزاف ديال الوصفات بالنسبه لعلاج الديدان، ولكن كيبان لي الفيديو وصل 10 دقائق دونك غادي نكون طولت عليكم واقيلا. اذا كنتم مازال باغيين وصفات نخليهم لكم في التعليقات، اولا غادي نعاود جزء ثاني اولا شي حاجه، لان كاينين بعض الناس اللي ما كيبغيوش الفيديو يفوت 10 دقائق. هادشي اللي كاين. غنزيدكم مثلا اش غنقول لكم، غنزيدكم مثلا وحده، لان الثومه نتوما عارفينها بلي كتقتل الجراثيم، هادشي راه معروف بان الثومه اونتي بيوتيك. عندك غير تسمعي الثومه، تسمعي حب الرشاد اولا حب الرشاد ولا كل واحد كيقول ليه، راه كتعرفي بلي كتهضري على اونتي بيوتيك اللي هو طبيعي جدا. كتغلي ثوم في الماء، الماء ديالو كتهزيه كتحليه حتى هو بالعسل، اولا كتخوي واحد شويه منه في الحليب وكتعطيه لولدك. كينقي المصارن، المصارن كيتنقاو من داك الوسوخات، من داك الحنيشات، من كل شيء اعزكم الله. كنتمنى ان الفيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. على فكره بغيت نوضح واحد المساله، الله يجازيكم بخير، كنزرف في الهضره باش ما نطولش الفيديو، اما انا راه زيد عليا نتكلم شويه، ولكن راه غنوصل لكم الفيديو الطبع ديالي، كنهضر لكم على الطبع الحقيقي، يعني شخصيتي الحقيقيه زيد عليا، يعني نهضر شويه، ولكن ما كنبغيش الفيديو يطول. وانا كما شفتوا كل فيديو راه ما كنعطيكمش فيه وصفه واحده، كنعطيكم بزاف الوصفات كلهم كيكبوا في نفس المبتغى، يعني في نفس الطلب. صافي فهمتوني؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تشجعوني اكثر واكثر، وتحطوا لايكات اكثر واكثر، وخليوا لي تعليقاتكم، اسئلتكم، انتقاداتكم. شكرا لكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله، انتظروني في اللايف.